والله طبعا مبسوط، بس انا يعني انا من صغري انا متعود ان اكون في المكان ده، وانا بحب اشكر ربنا الاول حاجه، وبعدين بشكر الصوت اللي موقفه جنبي، بابا وماما واخواتي كلهم، اصحابي طبعا كانوا بيشجعوني، كل الناس كلنا حتى المدرسين كلهم دايما كانوا فخورين بيا، وهما كانوا بيساعدوني ان انا ابقى اوصل لكده، وانا كنت يعني كنت عندي احساس كبير ان انا هبقى كده اوصل لكده.